السلام عليكم. اليوم رح ناخذ يا سارة الدرس الثالث من مادة الحاسوب عناوين المواقع الإلكترونية. بالدرس السابق حكينا انه احنا بس نفتح اي موقع إلكتروني بيظهر عنا عنوان هذا الموقع بشريط صندوق العنوان. فعنوان الموقع الإلكتروني بينطلق عليه مصطلح URL، اختصار للعبارة Uniform Resource Locator. هاي الأداة يمكن من خلالها الوصول إلى الموقع أو الصفحة الموجود على شبكة الإنترنت. كيف مثلا منزل بيكون عندنا له عنوان، اسم المدينة، الحي، الشارع ورقم البيت، نفس الإشي الصفحة أو موقع الموقع على شبكة الإنترنت له عنوان بميزه عن غيره. لحتى أوصل له لازم أحصل على هذا العنوان وأدخله على المتصفح لحتى أوصل لهاي الصفحة. طيب، مكونات عنوان الموقع الإلكتروني بتكون من مجموعة حقول، أو كل حقل وكل جزء من هذا العنوان بيدل على إشي. ما في عنا أي عنوان لموقع وموقع بتشابهه نهائيا، ولا يمكن أن يتطابق عندي عنوان لموقعين مختلفين. الأجزاء اللي بتكون منها أو بداية واحد اللي هو بروتوكول الإنترنت اللي هو HTTP، بعدين عندنا www اللي هو رمز الشبكة العنكبوتية، MOE اللي هي اسم الموقع، وGov رمز أو نوع الموقع، وخمسة اللي هي جو رمز الدولة. إذن يعني بتكون عندنا من بروتوكول الإنترنت، رمز الشبكة العنكبوتية، اسم الموقع، رمز نوع الموقع ورمز الدولة. رح نتعرف بهذا الدرس على كل جزء من هاي الأجزاء بالتفصيل. أول شيء البروتوكول اللي هو HTTP، تعريف إيش يعني بروتوكول؟ هو مجموعة من القواعد التي تتحكم في الاتصال وتبادل المعلومات بين أجهزة الحاسوب المرتبطة على شبكة الإنترنت. يعني في عنا قواعد تتحكم بالاتصال وتبادل المعلومات بالرمز لها، بالرمز HTTP اللي هو اختصار لبروتوكول النصوص التشعبي، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. بس مطلوب منا الاختصار ان نميز انه HTTP اللي هو بروتوكول الانترنت. ثاني اشي اللي هو رمز الشبكة العنكبوتية www، اي موقع ثابت فيه اول شيء HTTP، بعدها www اللي هو رمز الشبكة العنكبوتية. شو تعريفها؟ هي خدمة تمكن مستخدم الانترنت من نقل واستعراض ملفات تمزج ما بين النصوص والصور والأصوات وحتى الصور المتحركة. إذا تعريفها هي خدمة تمكن المستخدم الانترنت من نقل واستعراض ملفات تمزج بين النصوص والصوت والصور وحتى الصور المتحركة. ثالث إشي اسم الموقع، يعني بداية HTTP اللي هو البروتوكول www ثابت لأي موقع، لأي عنوان موقع ثابتين. هون ببلش عنا التغيير باسم الموقع، كل موقع له اسم بيختلف عن الموقع الآخر، فهو بيدل على الفرد أو الجهة اللي بتمتلك الموقع. فمثلا MOE اختصار ل Ministry of Education اللي هي وزارة التربية والتعليم. رابع إشي عنا رمز نوع الموقع. شو هو الرمز؟ هو ثلاثة حروف، دائما بيكون رمز نوع الموقع ثلاثة حروف تدل على طبيعة عمل الجهة المالكة للموقع. إذا بدلني على طبيعة عمل الجهة المالكة للموقع، فمثلا بالمثال السابق إنه نوع عمل المؤسسة هو gov، يعني جهة حكومية، هو اختصار للجهات الحكومية. هون بهذا الجدول 4x3 في عندي رموز لأنواع عمل المؤسسات. فمثلا هون إديو تعليمية، كوم تجارية، جاف حكومية، مل عسكرية، أورج مؤسسة غير ربحية، ونت شبكة إعلامية. شبكة إعلامية يعني إذا كان موقع لقناة فرح يكون دوت نت، زي NBC دوت نت.
رمز الدولة حرفان، دائما رمز الدولة حرفان بدل على رمز الدولة الموجودة فيها الصفحة أو الموقع الإلكتروني، فكل دولة لها رمز خاص فيها. ما في عنا دولتين بيشتركوا بنفس الرمز، فمثلا الأردن جو المملكة الأردنية الهاشمية، اس اي اللي هي المملكة العربية السعودية، اي جي اللي هي ايجيبت مصر، و ال بي لبنان اللي هي لبنان، اي اي الامارات، يو كي بريطانيا، اف ار فرنسا، جي بي جابان اليابان. اذا ما كان عندي رمز الدولة موجود بالعنوان فهو يعني انه موجود بالولايات المتحدة الامريكية، انه موجود عندي بالولايات المتحدة الامريكية. هون عندي بالنشاط 3-4 بدي احدد اسم الموقع ونوع الموقع والدولة التابع لها الموقع. نحل اول واحدة مع بعض. هون اسم الموقع اللي هو حكينا بعد بروتوكول الشبكة ورمز الشبكة العنكبوتية بيجي عندي اسم الموقع. اسم الموقع هون جي يو، نوع الموقع إديو تعليمي إديوكيشن، الدولة جو اللي هي جوردن. خلي الثلاث أمثلة هاي تكملوها أنتم لحالكم تختبروا أنفسكم فيها. ثاني إشي كيفية التنقل بين المواقع على شبكة الإنترنت، كيف أنا بدي أتنقل ما بين المواقع على شبكة الإنترنت. في عندي عدة طرق. الطريقة الأولى أني أدخل العنوان مباشرة على الموقع، إذا كنت عارفة عنوانه فبكتب العنوان اللي هو URL، يعني رح أكتب http://www وأدخل العنوان، بعدها بضغط على Enter تظهر عندي الصفحة الرئيسية للموقع. فهون بهمني أني أعرف أن الطريقة الأولى اللي هي إدخال العنوان مباشرة. الطريقة الثانية اللي هي من خلال الارتباط التشعبي، أنه بتحتوي صفحة الإنترنت على نصوص مترابطة، يعني مثلا انا بحكي لي للدخول او الانتقال للموقع انقر هنا او اضغط هنا، فبس انقر عليه هذا النص التشعبي بنقلني للصفحة الرئيسية للموقع. طبعا بعرف انه نص تشعبي اذا تغير عندي شكل المؤشر على شكل يد، اصبح على شكل يد، فبنقر عليه بنقلني للموقع الالكتروني. الطريقة الثالثة اللي هي ادوات صندوق العنوان اللي هي أدوات التنقل بين الصفحات السابقة واللاحقة. إذا طرق التنقل بين مواقع على شبكة الإنترنت، إما إدخال العنوان مباشرة أو الارتباط التشعبي أو أدوات صندوق العنوان. هيك بيكون انتهى الدرس، وإن شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم.